ألو معلم، هاينا عند شاطئ البشيتي. حاضر حاضر. كنت أعمل قبل أزمة كورونا في شركة، كنت مندوب مبيعات فيها. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك. دليفري معك، بس أغلبك تبعت اللوكيشن. لما خلصنا من شغلنا بسبب جائحة كورونا وسكروا المصنع طبعاً، طلعنا تقريبا قعدنا حوالي شهر كامل، يعني انا واكثر من شخص يعني كان معنا ندور على شغل. كل ما نروح نقدم الوظيفه يقول لك بعد ما تنتهي جائحه كورونا، بالوقت الحالي ما بدنا. ب 18/3 حكونا خلاص يقولوا في بيوتكم واشتغلوا على الموضوع الاونلاين. بعد 10 ايام بحدود، يعني يوم 28 الشهر، اتصلوا علينا حكونا في سلسله تفنيشات، منهم كان اسمي انا. بعد ما فتحت القطاعات يعني واجمالي خف الطلب على شركات التوصيل والدليفري، الشغل نزل، يعني قل عدد الاوردرات اللي بنطلعها. هسا عدد الاوردرات يعني بضل هو، بس لما زاد العدد الناس الكباتن اللي بتوصل الاوردرات فبدي يقل حصه كل كابتن، بدي يقل حصه بلاي. ممكن يعني بالاول كنت اطلع انا تقريبا 30 اوردر، هسا ما بوصل تقريبا 17 18 اوردر. كنت أطلع قبل كورونا يعني بوقت الحظر يعني يوميا ما بين 30-35 دينار 40 دينار. بعد ما فتحت الدنيا بلشت بالنزول شوي 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 لحد ما احنا صرنا هسه كيف يوم نشتغل كويس ويومين لا. يعني يعطيك العافية. أنا وصلت العمارة بس غلبك تشحلنا الباب. ما معك حساب صح؟ كيف يعني ما معي حساب؟ يعني معك فاتورة؟ لا فاتورة طبعاً فاتورة. ما بتحاسب؟ لا وين ركان؟ وين ركان؟ بس دقيقة دقيقة. جيب لي كاسة قهوة تحت الوسط ومي. تحت الوسط؟ ومي. ما انت سلم طاقتي دابوك، انت بدتنا دونتري ابن الحلال. بصحى الساعة 10 بنزل على الشغل، بروحش على الدار إلا الساعة 12 وحدة. طب ما هذا إرهاق جسدي ونفسي ومعنوي وكل إشي. خمسة يا حاج خمسة. بروح لي على الدار مثلا، خلينا نحكي صافي يعني التوتال للشغل 20-25 دينار. بدك تشيل منهم بنزين، بدك تشيل منهم كذا كذا كذا، إلا أنت مصفي لك 7-8 ليرات و10 ليرات. طب شو بدهم يعملوا عفوا؟ وأنا داخل على موضوع كمان خطبة، هذا الكلام شو بدك يكفي؟ سلبيات المهنة يعني إنه ما فيها تأمين، ما فيها ضمان اجتماعي. من سلبيات أيضاً صيانة السيارة واستهلاك السيارة، هاي كله علينا. يعني تحتاج عندي صيانة كل شهر، بدها زيت، بدها كل فترة تغير كاوتشوك العجال. أحياناً نتعرض لمخالفات، يعني ممكن نصف على المطعم أنزل أخذ طلب أرجع ألاقي السيارة عليها مخالفة على السيارة. هاي كلها من سلبيات الشغل. الوقت الحالي يعني ما في شغل ثاني، إنه أطلع أدور على شغل ثاني ما في. دورت كثير على الفاضي. معي بكالوريوس تسويق من جامعة فيلادلفيا. نفسي أمسك بوزيشن مدير مبيعات، مدير تطوير، بس خلص ما صحت لي لحد الآن وما زبطت معي لحد الآن، ما بعرف ليش. كيف بدها توفي مع الدليفري دينار ونص ولا دينارين؟ طيب دينار ونص بدك تشيل منه 30% عمولة للشركة، بصفي لك انت 70%. معقولي انا اقعد استنى ساعه او نص ساعه عشان بالاخير دينار؟ لا انا ما اتوقع انه اضل اشتغل بهذا الشيء لقدام. هسه حاليا ما في خطه يعني، بس ان شاء الله نلاقي شيء احسن لقدام.